اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم لغه العصر النهارده في حلقه النهارده هنتكلم عن ايه الفرق اللي بين الفيكتور والريسترز او البيكسلز وايه يعني الفيكتور وايه البيكسلز وايه البرامج الداعمه للفيكتور او الباس وايه البرامج الداعمه للبيكسلز طيب آه الفوتوشوب برنامج الفوتوشوب بنقول ان هو من احد البرامج اللي بتشتغل على مبدا البيكسلز اما برنامج الادوبي الستليتور فهو بيعد من اقوى البرامج اللي بتشتغل على مبدا الباس او الفيكتور يعني ايه الكلام ده انا لو عندي مثلا صوره على الفوتو البرنامج الادوبي فوتوشوب صوره زي دي دي صوره ديجيتال إيميج يعني صوره بيتم عرضها من خلال الكمبيوتر يعني ايه يعني صوره يا اما واخدها يا اما بسكانر يا اما بالكاميرا يا اما من عن طريق الويب سايت يا اما جايبها من الانترنت وبالتالي هنا بيطلق عليها إيميج ديجيتال ايمج الصوره دي لو انا جيت عملت عليها زوم هاخد زوم لاقصى مو... اقصى زوم ممكن ايه اللي ظهر معايا هنا اللي ظهر معايا هنا مربعات الصوره اصبحت غير واضحه معايا المربعات دي باللغه الانجليزيه بنقول عليها البيكسلز البيكسلز دي هي اصغر وحده داخل الصوره ولكن البكسل كل بكسل بيحمل مؤثرة ضوئية بيحمل ألوان الصورة هي عبارة عن بيكسلز البكسل أصغر وحدة داخل الصورة اللي هي المربعات وبالتالي بيبقى فيه أقصى شيء للزوم بعد كده الصورة بتبقى غير واضحة بالنسبة لي هو ده البكسل اللي موجود في الصورة على العكس مع برنامج الأدوبي إلستليتر اللي أنا لو جبت صورة على الأدوبي إلستليتر وعملت زوم اقصى زوم ممكن مش هيظهر عندي حاجه اسمها بيكسل ايه السبب لان هنا مرتبطه بنقاط وخطوط موصوله بيها يعني عباره عن نقط وخطوط متوصله بيها فملهاش علاقه خالص بان في وحدات واصغر وحده واكبر وحده وان كل وحده عباره عن مربع بيحمل صور والوان لا 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 مفيش الكلام ده لذلك انا بستخدم دايما الاليستريتور في الدروينج في الرسم ان انا في تصميم الشعارات في وخصاص خاصه في المنتجات اللي هي المرحله اللي بعد كده بتدخل على الطباعه مراحل الطباعه بيهمني جدا ان انا اشتغل على الاليستريتور عشان احافظ على الكواليتي والجوده بتاعه الصوره ده معناه ان الصوره بتحتوي على بيكسلز والبيكسلز دي اللي بتحكم في الكواليتي بتاعه الصوره البكسل هي اللي بتتحكم في الكواليتي بتاعه الصوره ازاي ان كل ما زادت عدد البكسلات داخل الصوره كل ما كانت الصوره بقت افضل كل ما كانت اوضح ولكن كل ما قلت عدد البكسلات اللي داخل الصوره كل ما كانت لو ريزولوشن اقل درجه في الريزولوشن مش اقدر استخدمها طيب الشيء المهم ان على المصمم ان لازم يعمله اول ما يفتح صوره ديجيتال ايمج على برنامج الادوبي فوتوشوب اول خطوه لازم يعملها اول شيء لازم يزوره لازم يعرف ان الصوره دي هتبقى فعلا واضحه صالحه للاستخدام معها ولا لا وخاصه اذا كان الشغل او التصميم اللي بيعمله هيروح بعد كده في مرحله الطباعه لازم يبدا يعرف ان كان الصوره دي واضحه ولا غير واضحه طيب يقدر يعرف ازاي ان كان واضحه او غير واضحه من خلال في عندي في القوائم قائمه اسمها قائمه ايمج ومن قائمه ايمج بجيب الامر بتاع الايمج سايز Image سايز انا عندي هنا بيجيبلي لي الوايد والهايت بتاع الصوره العرض والارتفاع ولكن لازم على كل مصمم انه يفهم ان ايه هي البكسلات اللي موجوده في الصوره وايه عددها وايه يعني ايه ريزولوشن وامتى استخدم درجه الريزولوشن 72 حتى 120 وامتى استخدم الريزولوشن من 300 فيما فوق وامتى استخدم ال 72 اصلا وامتى استخدم ال 300 دي كلها حاجات على المصمم انه يفهمها عشان يقدر يعمل الديزاين بتاعه وما يخافش على الديزاين ان هو بعد كده يروح مرحله الطباعه الكواليتي تبقى مش كويسه عشان احافظ على التصميم ان هو يبقى ذكي لازم اول مرحله لازم ازورها في برنامج الادوبي فوتوشوب وهي ان لازم اجيب من قائمه ايمج انزل على ايمج سايز الامر بيظهر لي حوار النص اللي هو بيجيب لي درجه الريزوليوشن والعرض الصوره وبتحتوي على العرض في كام بكسل والطول في كام بكسل طيب الريزوليوشن الريزوليوشن ده شيء مهم جدا ان هو بيقول لي ان عدد البكسلات اللي موجوده داخل وحده معينه من الصوره عدد البكسلات الموجودة اللي داخل وحدة معينة في الصورة يعني أنا هنا مثلا جايب لي الريزولوشن 72 هل الريزولوشن 72 هل تبقى صالحة معايا في أن أنا أستخدمها في الطباعة؟ لا إمتى أستخدم ال 72 وإمتى أستخدم أزيد من 300 من 72 من درجة ال 72 ريزولوشن حتى ال 120 بقدر استخدمها في يا اما الويب سايت يا اما على السوشيال ميديا يا اما بستخدمها على الموبايل لكن اقدر استخدمها في الطباعه لا هتبقى للاسف غير صالحه معايا للطباعه لان عشان استخدم في الطباعه لازم استخدم من ريزوليوشن 300 فيما فوق لان اصلا في من منتجات الطباعه في البانر البانر في ماكينات كتيره فيها الماشينز فيها بتطبع الماده الخام بتاعتها على ريزوليوشن بيطبع التصميم على ريزوليوشن 300 وفي مواد تانية في في مكان تاني بيطبع على 72 ولكن من الافضل عشان احافظ على درجه الكواليتي بتاعه التصميم وان التصميم يطلع معايا كويس وواضح لازم ابتدي ان انا اشتغل على ريزوليوشن 300 ده لو كنت هشتغل على صوره كانها هي الدوكيمنت بتاعي كان اذا كانت انا اذا كنت انا هنا هبدا في هعمل دوكيمنت جديد او فايل جديد هشتغل عليه انا بالتالي ببدا ان انا اعمله من الاساس من البدايه انا اللي بختار الريزوليوشن وده الشيء المهم والمميز ان انا لو جيت هنا مثلا تحت من قائمة فايل وعملت نيو بيديني إمكانية إن أنا أبدأ الأول أصلا بالريزوليوشن بتاعي كام وده الشيء مهم جدا إن أنا أبتدي بريزوليوشن عشان أعرف إن كانت الصورة واضحة أو غير واضحة ملف العمل بتاعي هيبقى صالح للطباعة أو صالح للويب سايت أو صالح للموبايل أو للسوشيال ميديا آه بالنسبة للأدوبي فوتوشوب هو من البرامج الأكثر استخداما بالنسبه للمصممين الجرافيك آه ليه؟ آه لسهولته وسهوله الادوات بتاعته، طب تعالى نتعرف على برنامج الادوف فوتوشوب اكتر. اول ما بفتح برنامج الادوف فوتوشوب بتبقى ظاهره قدامي واجهه البرنامج اللي هي الورك سبيس. الورك سبيس بتحتوي على خمس عناصر قدامي. الورك سبيس اللي هي واجهه البرنامج او واجهه المستخدم بتحتوي على خمس عناصر. اول عنصر قدامي وهو المنيو بار. المنيو بار اللي هي قائمه شريط القوائم شريط القوائم ده اللي فيه عندي فيه قائمة فايل قائمة ايديت قائمة ايمج وكل قائمة من دول من اسمها الاوامر اللي من خلالها بشتغل يعني مثلا قائمة فايل بيبقى فيها نيو وفيها اوبن كل الاوامر اللي بتتعلق بالفايل نفسه سواء يعني كنت هفتح جديد او هفتح واحد ملف كنت شغال عليه قبل كده او كنت هقفل الملف قائمة ايديت ان انا اعمل كوبي او بيست او اندو ارجع خطوات قائمة ايمج متعلقه دايما بالاوامر المرتبطه بالصور ان انا اعمل كونتراست اعمل كيرف ازود اضاءه اقلل الاضاءه ازود الوان قائمه اللاير دي اللي خاصه الاوامر اللي فيها بتتضمن اللاير او الطبقات او العناصر اللي مستخدمه في التصميم امتى اعمل كوبي تعمل امتى اعمل كات من لاير جزء معين الطيب من اسمه ده قايمه بتختص بالاوامر الخاصه بها دايما بتبقى بالنصوص الكتابه بالفونت بان انا ابدا الفونت من اليمين للشمال الباراجراف نفسي نفسه الكاركتر ده كله في قايمه تايب عندي قايمه سيليكت عندي قايمه 3 دي عندي قايمه فيو ده بالنسبه لشريط القوائم اللي هو المنيو بار في عندي برضو قائمه او شريط مهم جدا جدا لا غنى عنه، ايه هو؟ وهو شريط العمليات. واللي هو الاوبشن بار. انا في خلال من خلال استخدامي لاي اداه عشان استخدمها افضل استخدام لازم استخدم الاداه من خلال شريط العمليات. يعني انا لو انا عملت مثلا هنا اختيار الاداه التولز، وجيت هنا بيقول لي يا اما تولز فول سكرين يا اما تولز 100% او ان انا احدد الزوم بتاعي. اللي 100% في المية او اكتر او اقل وبالتالي انا قدرت استخدم الاداه افضل استخدام من خلال شريط العمليات او شريط الادوات ده اللي هو الاوبشن بار لانه بيهتم دايما بالادوات في عندي عنصر كمان وهو عنصر التولز الادوات اللي من خلالها اقدر اشتغل على برنامج العيدو في تشوب دي الزراعة الايمن ليا في البرنامج هي التولز اللي من خلالها بدونها مش هعرف اشتغل في عندي كمان جزء مهم جدا الا وهو البانلز البانلز اللي هي اللوحات اللي بيبقى فيها الاختصارات لبعض اه الاوامر اه يعني مثلا من اهمهم لو جينا من قايمه ويندو بنقدر نجيب البانلز كلها دي كلها بانلز عندي بانلز اللوحه بتاعت الخاصه باوامر 3 دي في لوحه خاصه بالانفو اه بالهيستوري بالستايل الالوان بالكالر. دي كلها بانلز ومن اهمهم هي البانلز بتاعت اللاير اللاير دي ان اي مصمم في العالم مش هيقدر يشتغل على برنامج الادوبي فوتوشوب الا من خلال اللايرز ليه لان هي بتحفظ له خط الرجعه عاده في التصميم انا لو عندي اكتر من عنصر في التصميم عندي اكتر من اداه عندي اكتر من طبقه عندي اكتر من شكل اكتر من نص وبالتالي اقدر اتحكم في العناصر دي كلها عنصر بيالي عنصر وعنصر بيالي عنصر ليه لان انا لو سي مثلا رسمت مربع او اي شكل ايا كان واديته لون اصبح اللون هو اللي فوق الشكل طب لو انا غيرت الترتيب هيظهر الشكل نفسه بدون لون يبقى انا اصبح عندي الترتيب ده شيء مهم جدا عشان اوصل للرسالة عشان اوصل للهدف المطلوب من التصميم ده من خلال قائمة لير قائمة لير او البانل لير اللي بيظهر لي فيها عناصر التصميم الموجودة معايا في الدوكيمنت خامس عنصر من العناصر الموجوده في الورك سبيس بتاعتي الا وهو الدوكيمنت اللي هو ملف العمل بقى اللي انا شغال عليه اللي هو مكان الصوره نفسه دوت اذا كان صوره هشتغل عليها او اذا كان ملف عمل جديد هبدا هبدا انشئه بمقاساته بطول بعرض بدرجه ريزوليوشن ان كان باك جراوند ابيض او باك جراوند فيه كلر او في صوره هي دي الواجهه بتاعه البرنامج الادوبي اللي, اللي هو الورك سبيس طيب هل انا كمصمم جرافيك اقدر اتحكم في الواجهه دي اقدر ان انا من خلالها اظهر لوحات معينه انا بستخدمها دايما كتير ولو جه واحد مكاني بعدي اشتغل على البرنامج نفسه وغير في في النوافذ والبانل دي هقدر ارجعها تاني هل فعلا ان انا اجيب كل بانلز تاني وارجع ارجعها في مكانها هل يبقى في حل للمشكله دي طبعا في حل كويس جدا وهو ان انا من قائمه ويندو مثلا وعندي في امر اسمه ورك سبيس الورك سبيس لو انا جيت هنا بصيت على الورك سبيس هلاقي في عندي هنا 3 دي لوحه المستخدم او واجهه المستخدم الخاصه بيه لو هو بيشتغل 3 دي لو هو بيشتغل على الموشن لو هو بيشتغل بيستخدم على البينتنج او الفوتوغرافي او التايبوغرافي على حسب استخدامه يقدر يحدد يختار انهي واجهه فيهم طيب انا لو جيت اشتغلت مثلا ولقيت اللي قبلي بيشتغل على مثلا واجهه المستخدم الفوتوغرافي تمام طيب. انا عندي امكانيه ان انا برضو من قائمه ويندو وارجع على ورك سبيس اعمل حاجه اسمها نيو نيو ورك نيو ورك سبيس بس ده في حاله ايه في حاله ان انا اوريدي فاتح البانلز او اللوحات او الطبقات اللي انا عايز اشتغل عليها دايما باستمرار سواء كان الالوان الكالر البانل بتاعه الكالر او البانل بتاعه اللاير او البانل بتاعه الباراجراف او الكاركتر بفتح كل البانلز اللي انا محتاجها لان أنا دايما بفضل اللي هي تبقى ضبط ليا السيتنج ليا في البرنامج وبالتالي ببدا اعمل من ورك سبيس نيو نيو ورك سبيس وابدا اجيب ادخل الاسم بتاع الورك سبيس بتاعي سواء كان باسمي ايا كان الاسم ولكن انا بمجرد بقى بسجل الاسم مثلا ايا كان الاسم واضغط اوكي هو اوريدي سيف لي الورك سبيس لو دخلت على الويندو كده ونزلت على الورك سبيس بلاقي في هنا الاسم بتاع اللي انا دخلته واقدر ارجع له حتى لو هو غير جه بعد كده واحد ديزاينر غير واشتغل على البرنامج وغير في اللوحات انا بخطوه واحده بقدر ارجع للورك سبيس بتاعتي من خلال ان انا مسيف اصلا اوريدي الضبط دي مهمه جدا لاي مصمم زي قائد السياره او ما بيركب السياره بيعمل ايه؟ بيظبط الملايه على حسب رؤيته هو مش على حسب رؤيه حد تاني يعني بيظبط كرسي القياده نفس الكلام السيتنج بتاع الورك سبيس ده شيء مهم جدا للمصمم لاي مصمم انه لازم يعمل سيتنج لنفسه على حد على حسب استخدامه ايه استخدامه في الطباعه في التصوير في 3 دي ده شيء مهم جدا طيب في حاجه مهمه كمان مهمه جدا 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 في برنامج الادوب فوتوشوب واقلها وهي السمارت اوبجكت السمارت او اوبجكت ناس كتير للاسف ممكن ما تكونش عارف عنه حاجه ولكن هو بيتميز بمميزات كتيره جدا بيفيدني بشغل كتير يعني ايه السمارت اوبجكت مثلا انا هرجع الورك سبيس تاني انا عندي في اللاير في الطبقات الصوره اللي انا هشتغل اللي انا هشتغل عليها او اللي انا هستخدمها انا عشان اقدر اعمل لها فري ترانسفورم تبقى حره الحركه واقدر اظهر احداثيات التكبير والتصغير لازم تبقى بالنسبه لي فري ما تكونش باك جراوند قدامها القفل ده اللي هو المقفول لازم تبقى بالنسبه لي فري ترانسفورم لازم اظهر احداثيات التكبير والتصغير طيب هنشوف مع بعض مثلا انا هنا شلت القفل بتاع الصوره اصبحت الصوره معايا فري ترانسفورم حره الحركه معايا يعني اقدر اظهر احداثيات التكبير والتصغير ده كله ليه عشان اقدر اوصل لايه هو السمارت اوبجكت هاجي اسايف صوره هي تمام واعمل لها دبليكيت لير تاني رايت كليك على اللير بعمل دبليكيت لير هو بنفس الاسم اصبح عندي فيه اتنين لير طيب هاجي على لير منهم واحد واعمل له حاجه اسمها سمارت اوبجكت كونفرت تو سمارت اوبجكت كونفرت تو سمارت اوبجكت اصبح عندي فيه صوره اصليه بنفس درجه الريزولوشن بنفس الجوده بنفس كل حاجه والصوره الثانيه اللي عملت لها كوبي او دبليكيت لير هي نفس الصوره ولكن انا عملت لها Convert to Smart Object. طيب انا لو عملت سيلكت على الليار الثاني تمام وعملت احداثيات التكبير والتصغير ان انا هصغرهم الاثنين مع بعض وضغطت Enter ادي صوره وادي الصوره الثانيه اللي هي السمارت Object الاثنين امامي هما نفس درجه الريزولوشن نفس الجودة نفس الألوان نفس كل حاجة الفرق إن دي, دي صورة مش سمارت أوبجكت ودي صورة سمارت أوبجكت طيب أنا عشان أجرب بقى السمارت أوبجكت أعمل إيه؟ هعمل سيليكت على الاتنين كده على الصورتين السمارت أوبجكت والأصلية وأصغر أقصى ما يمكن صغرت أقصى ما يمكن بضغط إنتر تمام طيب. أرجع أكبر تاني أكبر تاني كده الصورتين مع بعض بنفس النسبة كبرت الصورتين طيب ايه اللي واضح امامي الفرق بقى هنا في الصورتين ان الصوره الاصليه مجرد ما كبرتها وصغرتها فقدت الريزولوشن بتاعها فقدت الجوده بتاعتها فقدت نسبه كبيره من الوانها ولكن الصوره اللي تحت اللي هي السمارت اوبجكت الصوره دي السمارت اوبجكت الصوره دي هي ديت اللي حافظ السمارت اوبجكت هو ده اللي حافظ لي على الالوان حافظ لي على الجوده بتاعه الصوره حافظ لي على درجه الريزوليوشن عدد البكسلات الموجوده وبالتالي قدرت ان انا من خلال السمارت اوبجكت مهما اكبر ومهما اصغر مهما استخدم الاحداثيات للتكبير والتصغير الصوره انا محافظ على الاصل بتاعها في جزء كمان في السمارت اوبجكت مهم جدا وهو ان انا لو نفترض ان انا اديت فلتر هاجي مثلا على الصوره الاصليه وهديها فلتر من قائمه فلتر هديها من فلتر مثلا فلتر جالري هديها الفلتر ستامب ادي له اوكي انا اديت فلتر هنا تمام واجعل الصوره اللي هي السمارت اوبجكت برضه هديها نفس الفلتر من الفلتر جالري واديها للستام ايه الفرق مع اختلاف طبعا درجات الالوان ان هنا فيها اسود زياده عن الصوره الاصليه يعني الصوره الاصليه اللي فوق ديت مش مش واضحه لان طبعا هي فقدت الوانها وفقدت درجه الوضوح طب ايه الفرق هنا بقى في السمارت اوبجكت السمارت اوبجكت ان في الصوره الاصليه مديتها فلتر انا ما اقدرش ارجع للصوره الاصليه تاني لان خلاص هي خدت التاثير خدت الافكت نفسه خدت الفلتر لكن الصوره السمارت اوبجكت اقدر ارجع لها بكل سهوله بمجرد ما برجع ادوس هنا على العين الصوره موجوده اصلا ولكن برضو الفلتر موجود يعني الفلتر موجود بس مع احتفاظ الصوره الاصليه وبالتالي انا لو خدت خطوات كتير وعايز ارجع للصوره الاصليه مش لازم اعمل اندو عشان اخسر الخطوات دي كلها وبالتالي السمارت اوبجكت بتفيدني كتير في الشغل أه برضو دي كانت مهمه بالنسبه للادوبي فوتوشوب أه قدرنا نعرف ايه هو برنامج الادوبي فوتوشوب وايه البكسل وايه الفيكتور وايه الفرق بينهم وايه اللي بيعتمد البرامج اللي بتعتمد على البكسل وايه البرامج المعتمده او برامج المتجهات اللي هي بتعتمد على الباس او البرامج الفيكتور قلنا يعني ايه ريزوليوشن؟ قلنا يعني ايه بيكسل قلنا البكسل ان هي اصغر وحده داخل الصوره اللي هي المربعات اللي مهما اعمل زوم بوصل لحد معين الصورة بتبقى مش واضحه معايا. الريزوليوشن قلنا هو عدد البكسلات اللي موجوده داخل وحده معينه من الصوره. وبكده نكون قدرنا نشرح الفرق بين البكسل وبين الباث وان شاء الله في حاجه جديده من برنامجكم لغه العصر.